أهلا وسهلا. دراستي كانت هندسة اتصالات، وتخرجت من كلية الباحة ومهندس، واشتغلت في وزارة الحج متخصص أبراج لاسلكية وأجهزة لاسلكية. شغفي في الخط والرسم منذ الطفولة، لأنه ما شاء الله العائلة الكريمة، عندي 3 من أخواتي رسامات، و3 من أخواني برضو رسامين وخطاطين ما شاء الله، عشان والدي ما شاء الله الله يطول بعمره خطه جميل جدا، ما درس خط، وعندي والدتي رسامة تحب الرسم جدا، الحمد لله دمجنا الاثنين مع بعض. احنا جلسنا اجتماع مع المهندسين والمسؤولين على اساس كيف نطلع التجربة هذه، عفوا نطلع جودة البويا. فأعطوني قطعة رخام جلست عليها شهر وأنا أعمل لها تجارب من ألوان من مواد، عشان التجارب هذه نجربها على الشمس وعلى الموية وعلى الأمطار. وتعرفي شغل الحرم مو أي شيء، لازم نطلع بصورة أحسن ما يكون هذا الحرم. فقعدت شهر كامل لين طلعنا بالنتيجة هذه، والحمد لله التوفيق من الله وقدرنا. القطع اللي اشتغلتها هذه قطعة مترين في مترين، هي قطعة رخام طبيعي جاي من إيطاليا، لأني جلست مع المهندس اللي مسؤول عن الرخام، قال لي هذه القطعة جاي من إيطاليا. تمام، القطعة هذه مقصوصة جاهزة وثبتوها في القطع الكبيرة في الأعمدة. طبعا للمعلومية القطعة فيها مترين في مترين، استغرقت مني 6 ساعات عمل متواصل وعلى ارتفاع 30 متر. طلعوني برافعة 30 متر وبدأت ألصق اللصق عشان الحواف، هذا شيء مهم يعني لما نجي أحط الحواف في الحروف، عشان لما الكاميرا تيجي في نفس القطع هذه ما تبان العيوب. وحطيت اللصق من كل الأطراف تقريباً، بس عشان أحط اللصق تأخذ مني تقريباً 3 ساعات 4 ساعات، وبعدين أبدأ ألون ألوان خاصة اللي جبناها، اللون الذهبي والأخضر. فجيت رشيت بالإيربرش مطور صغير، لأنه دفع الهواء ما يكون قوي ولا متوسط، يعني شيء موزون، هي كلها بوزن اليد. وبخيت كامل ونفذنا أول قطعة، والحمد لله وبعد شهر جات الموافقة على كل القطع. تقريبا في اليوم قطعة واحدة نخلص، وفي الأسبوع لازم 3 أيام، يعني مو كل الأيام، يعني زي الأوقات الذروة زي كذا، يعني وقتها قبل رمضان كان في أيام ينزلوا معتمرين كثير. طبعا الحرم منظمين على سلامة المعتمرين والمصلين أهم من كل حاجة، وهذا اللي كنا ماشيين عليه عن طريق الأمن وعن طريق الرئاسة. واجهت تحدي مع نفسي كيف أوحد القطع كلها زي بعض. أولا كنت أوزن المواد بالميزان عشان ما يكون اختلاف حتى لو بسيط، لأنه عمل الحرم لازم نشتغل سواء في أي حاجة، سواء خط ولا رخام ولا شيء، بأدق التفاصيل عشان ما نخرج عن اختلاف الألوان. لازم بالميزان وزناه، ولما نجي نخفف اللون والأشياء هذه برضو بالميزان، إلين طلعنا بجودة البوية. بعدين نجي في البخ هنا وزنية اليد، كل فنان يختلف عن الفنانين الثانيين. ليش؟ بخفة اليد الأيادي تختلف حتى إذا كانت الجودة واحدة، لكن هي اليد اللي إيش بتوزن البوية. ودخولي للحرم أول يوم دخلت ما أدري، حسيت بشعور غريب. طبعا دخلت أول يوم، أنا ما أنسى ذا اليوم، دخلت الساعة 9 صباح وخرجت صليت الفجر، شوف يوم كامل صليت الفجر وخرجت بعد ما نفذنا قطعة واحدة. ما
ما حسيت بهذا الأوقات، يعني بالساعات اللي قضيتها في الحرم ما حسيت فيها. يعني كل ما أشتغل أطالع في المصلين، في الناس، في المعتمرين، شيء ما أقدر أوصف. يعني ما أدري، أخلص وقت الراحة أتفرج في الكعبة أدعي، يعني شيء ما أقدر أوصف. في كل صلاة لما أجي أشوف القطع هذه، أو بالأصح كثير يرسلوا لي شوف عملك يا وليد، شيء ما أقدر أوصف، شيء مشرف جدا. يعني ما يعني فعلا أنا فخور بنفسي إني ربي قدرني على هذا العمل الخير، هذا عمل في أطهر بقاع الأرض. ودائما حتى والدتي على طول تحط على القناة السعودية حقت القرآن، كل صلاة بيجيبوا على طول زوم على نفس القطعة هذه. أمي ذكرت لي الشيء هذا، أنت من صغرك تقول إن شاء الله حاشتغل في الحرم، بس ما كنت أذكر إيش هو، سواء خط ولا، لأني كنت أشوف جدي يروح الحرم دائما زمان، فلما كنت أشوفه قلت يا رب إن شاء الله أشتغل في الحرم، يا رب إن شاء الله أشتغل في الحرم. هذه كان أمنيتي وأنا صغير، والحمد لله قدرت في هذا اليوم دخولي للحرم وبديت أشتغل في هذه القطعة. أنا ماني مصدق، فعليا حرفيا أنا ماني مصدق، يعني مشاعري صارت متلخبطة، أدمع أشتغل، يعني ما أقدر أوصف، والله ما أقدر أوصف قديش أنا مبسوط في ذا المكان. طموحي اللي أشتغله في الحرم إني أكون مدى الحياة، أي شيء يخص الخط، أي شيء يخص الألوان، دمج الألوان، مستعد عليه أنا طول عمري، طول ما أنا عايش مستعد عليه الحمد لله. Thank you.